عقد في مركز سيدة السلام بعمان مؤتمر الكشاف الكاثوليكي الدولي لمنطقة أوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط، الذي استضافته الهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرانية اللاتين في الأردن تحت شعار بناء الجسور. وشارك في المؤتمر مندوبون يمثلون 22 دولة، حيث اشتملت فعالياته على محاضرات وحلقات حوارية حول ترسيخ قيم المحبة والمودة والتسامح ونشر ثقافة تقبل الآخر. عنوان هذا المؤتمر أن نبني جسورا لا جدرانا، وهذه جملة مأخوذة من قداسة البابا عندما أتى وزار الأرض المقدسة البابا القديس يوحنا بولس الثاني، عندما رأى الجدار العنصري قال نحن بحاجة إلى جسور تجمع بين الشعوب لا إلى جدران تفرق بين الشعوب. نأمل أن تكون الروح الكشفية هي التي سادت في هذا المؤتمر، حيث يتشاركوا في القيم الكشفية وخصوصا في القيم الكشفية المسيحية ليبثوها في بلادهم وفي مجتمعاتهم. كما المؤتمر بتضمن هو عرض للتقارير والنشاطات اللي كانت تتم ب 2015-2016 والنشاطات اللي كانت، بالإضافة لعرض الميزانية اللي كانت موجودة أنذاك، بالإضافة إلى عرض الميزانية والخطة الجديدة لعام 16 و17، وبتم تقديم ترشيحات من أوروبا والمناطق العربية حتى يتم انتخاب الأمين العام الجديد للآي سي سي اس. وفعلا بنعمة ربنا في عنا ترشيحات، وإن شاء الله يتم اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب. اليوم مجتمعين في المؤتمر السنوي اللي بتعقده الإقليم لمناقشة التقرير المالي والإداري والمصادقة عليهم، ومناقشة الخطة السنوية لعام 2017 والموازنة لعام 2017 والمصادقة عليهم، وأي انتخابات إقليمية على مستوى الإقليم لإدارة شؤون الإقليم. طبعا بالمؤتمر الكاثوليكي بتم في تبادل الخبرات، بتم في التخطيط لمشاريع على مستوى الكشاف الكاثوليكي خلال السنوات القادمة لتبادل الخبرات والثقافات. وجودنا هون أكيد وجود كشافة لبنان بهذا المؤتمر بيعطيها كمان حجم كتير يعني للمنطقة، يعني في إله تقلب بالمنطقة هون، خاصة مع دعم عن الأردن وما عندك المناطق الباقيين بلدان الباقيين. سو مبدئيا القصص اللي بتصير هون بتصير على صعيد منطقة الشرق الأوسط لبنان مثل ما قلت والعالم. واختتم المؤتمر بقداس إلهي ترأسه سيادة المطران مارون اللحام مطران اللاتيني في الأردن في كنيسة النبي موسى في جبل نيبو. خبزنا الذي تقدمه.